إذا بدك منروح بكرة لعند كوراي. لا خلينا نحل شغلة البيت. مين راء أمير؟ ما بعرف وما عم بتذكر. رؤيا راء. وأنتي؟ أنا بكون مرته لأمير. أنتي مرته؟ أنا ما كنت بعرف. بعتذر منكم، ما كان لازم أجي. أمير شو عم بصير؟ رح نحكي. مش شو رح نحكي؟ شو يعني هاد؟ عن جد بعتذر منك، ما بعرف انكم متزوجين بنوم. شو يعني هاد؟ يلا تعال. امير انا بدي افهم هلا. ما اجيت مشان اعمل مشاكل بيناتكم، بس قلت بلكي بتحب تشوف هي اخر صورة لابنك. تقولي ابننا؟ بعتذر، فكرتك بتعرفي بالقصة. فريحة هي أهلة ابنكم. لهديك البنت ألماسة قد الدنيا أمي. قد ما كان حجمها لهي الألماسة حبيبتي ما بتجيب قيمتك. يلا حكي لي شو صار معك بالضبط. بظن أننا مو شايفين الخبر اللي بالجريدة. مرته ما بتعرف الموضوع بنوم، بس هلأ صارت بتعرف، ما هيك؟ ايه هلأ بتعرف. حلو كتير. من امتى كنت بتعرف؟ امتى كنت رح تحكي لي؟ بس يجي الولد؟ انا شفت لهالبنت هذيك الليله. اخر شي حابه انسى اني انسى وشها. عم تسمعني شي؟ لك اطلع بوشي. ليش ما عم تطلع؟ بس هديك الليلة كان فيك تطلع. فريحة اسمعيني. انت اسمعني منيح. من امتى وانت بتعرف؟
كنت بتعرف لما كنت ببيتك؟ وقت تزوجنا كنت بتعرف؟ لا أنا من كم يوم لدريت بالقصة. من كم يوم؟ يعني كنت بتعرف لما كنا بالجزيرة وانت عم تلمسني كنت بتعرف؟ ما عرفت شو بدي قلك، وأنا استغربت لما شفتها فجأة قدامي هيك. ليش استغربت؟ ليش استغربت آه؟ مو كنتوا سوا مع بعضكم؟ ما كنت بتعرف إنه ممكن يصير هيك شي معك؟ عن جد ما بعرف شو صار هذيك الليلة. بتعرف، وكنت بتعرف كتير منيح كمان. كنت عم تحاول إنك تنتقم مني مع مرة تانية. فريحة أنا آسف، ما بعرف شو بدي قلك. لك أنا بس خبصت بهي الليلة. أنت ما كنت عم تخبص، أنت كنت عم تنتقم مني مع واحدة تانية. حاربت حالي كرمال ما أتذكر هديك المرة لما أطلع فيك. أنا كنت عم أضغط على حالي مشان أنسى أنك لمست وحدة غيري بحياتك. أنا آسف فريحة، عن جد أنا آسف كتير. لا تعتذر مني بنوك. وقفي، لا تطلعي. أمير لازم أبقى لحالي شوي. طيب رح أتركك لحالك، أنا بطلع. ماشي. كلثوم، انتي طلبتي من امك تجي تحكي معي شي؟ لا، ليش شو صاير؟ اجيت لهون. شو قالت لك؟ لتكون حكت معك شي منيح. شوفي كلثوم، مالكن حق تتصرفوا معي بهالطريقة هي. مو حابب اجرحك انتي او امك ابدا، بس لا تتأملي مني اي شي. انا ما فيني اني اعطيكي اكتر من هيك. كوراي، انت لوين رايح؟ طالع شم هوا كلثوم، بس شم شوية هوا. من ايمتى غيرت غرفة النوم؟ حكيت تليفون لما كنا بالجزيرة، بس ما قربت على الباقي لانك قلتي بدنا ننتقل. يلا مننقي عفش الغرف مع بعضنا، بس كنت عم فكر انه غير المكان. يا ريت يكون فينا يا امير نغير كل شي صار بهي السهولة. كنت عم تحاولي ترجعي كل شي مثل الاول. دورتي على فرصة تتجرأي وتحكي مع اهلك؟ كنتي مبسوطة لدرجة ما قدرت اتجرأ وخبرك بوقتها اني ممكن صير اب بعد فترة. انا بعرف منيح شو بيعني هذا الشي، بس هالشي ما رح يفيدنا هلأ. كتير مقهور من حالي، كل شي رح يبين بعد ما نعمل فحص الأبوة ورح نخلص من هذا الشي. انت متأكد؟ كيف بدك يعني صدق وحدة بعد 5 شهور بتجي وبتقلي انها حامل مني؟ هاي وحدة عم تكذب. بس هلا شو رح تفرق؟ شو رح تفرق اذا قلت الولد مو مني وحملت حالي ومشيت بسبب شي تافه
عم ندفع تمن ليلة ما ألاقي معنا أبدا. أنا آسف، كتير آسف. بعرف إني شرحتك كمان، بس لنتخطى هالشي لازم نسد فريحة. ما بعرف، عن جد ما بعرف شو رح أعمل وكيف رح أقدر أعيش مع كل هذا الألم. ما بعرف هالمرة، ما بدي أي خطأ ولو صغير ينزع علاقتنا هي بالمرة. حبيبتي، رحت على المطبخ لأعمل فطور بس ما لقيت شي بالبراد. تركيني هلأ من البراد. يلا قومي البسي، خلينا نطلع نفطر برا، بعدها منروح على الجامعة وبعدين منمرق لعند الدلال. لكن خلينا نستعجل لأنه بعد شوي رح يبلش وقت الخدمة بلا ما نتواجه مع أهلي. انتوا ما بتستحوا على حالكم، اجيتوا سكنتوا فوقنا يا قليلين الشرف. امير خلص اهدى. عرفتي زوجك من اي نوع فريحه؟ شفتي بعيونك على كم وحده ضحكان غيرك؟ بدك تحكي بادب ولا لا؟ امير خلصنا، خلينا نروح. القاضي راضي ما هيك فريحه؟ لك ما عندكم ولا نتفه خجل؟ هي صرتي فوق مثلهم، تتهني بهيك رجال؟ كفي هيك، اليوم لازم نلاقي بيت فريحة وننتقل بسرعة. بس محمد من وين بيعرف؟ إيه ما سمعته كيف لمح؟ بيعرف لهديك المرة، بس من وين عرف؟ من وين رح يعرف؟ عم بيحكي حكي فاضي. لا أنا فهمت عليه، هو لمح لشي، هو بيعرف. ما بعرف، بجوز شافها لما فاتت على البناية، أو والله ما بعرف، بجوز سمعها لما كانت عم تحكي مع أمها. لا وإجوا قعدوا فوق بالبناية، لو شفتها كيف ركبت بالسيارة فريحة صارت خانه. زوجة تارك بنات العالم حوامل بولاده، بس يا ترى فريحة بتتأثر؟ ما رح تتأثر. محمد احكي مزبوط. ليش هن مزبوطين؟ لا احكي مزبوط بابا، لو في ذرة احترام فيهم بيحملوا حالهم وبيروحوا من البناية. نحنا رح ننتقل من هالمكان يا محمد، لهيك لا تزود أكثر من هيك. ولوقت ما ننتقل بابا كل العالم رح تضحك علينا، رح يقولوا ويحكوا انه رضا بيك صار بواب عند بنته. بكفي بقى بكفي. برافو عليك والله، زعلت الرجال وهو مرضان، عن جد برافو عليك. ما تاكلي؟ ليكني عم باكل. ايه امير انت شو عم تساوي؟ انا شبعت وانت ما اكلتي شي، خلينا نروح نحل شغلة البيت. انت منتبه شو اللي ساويته؟ انا كان بدي اقوم وبس. انا ما كنت بعرف انه نحن مستعجلين. ما عم تاكلي شي وبتضلي قاعدة وساكتة، أي شي بيعصب. اللي بيعصب هو أنت، حاسس بالذنب وعم تتفشش فيني. بس أنا فهمانة حالتك هي، بس مو هيك. خلص فريحة ليك نهديك. إمتى بدك نروح مشان البيت؟ عندي محاضرتين بالجامعة، بعد ما نخلص منروح. خلص معك حق، بس أنا عصبت زيادة بسبب حكي محمد.
ما عم بتحمل لأني ما قدرت أتجرأ وواجهك وأحكي لك الحقيقة. وأنت كمان لما بشوفك مو مبسوطة وعم تتبلي قدامي. ما عم بتبل لأني مو مبسوطة أمير، ما عم بتبل لأني أنا مو مبسوطة، بس عم بحاول أن يكون هادية شوي. عن جد عم بحكي، لأنه إذا ما كنت أنا هادية شوي القهر اللي جواتي رح يكبر أكتر من هيك. أنا هديت خلاص. شي جديد. لا بقلك يا أمير تصير أب والله. ايه وفريحة بتصير الأم الزغنونة. مين العالم عرفانين بالقصة؟ ماني فهمان شي. لا ولساتهم مع بعض رغم كل شي صار. شو عم تحكي؟ عيدي كلامك لشوف. أكيد صاير شي شغلي. شلون الكل عرفاني؟ رايح افهم شو القصة. أنت روحي على محاضرتك، لا تحكي مع حدا، وإذا لزمك سكري أدنك. ماشي؟ خلص لا تاكل همي، أنا مني. كنت بدي أحكي مع أبوكي وما زبطت، بس إذا بدك. وين كنت؟ كنت مع كوراي وحكينا شوي. حكيتوا شوي؟ طيب وانت امتى ناوي تحكي معي شوي؟ امتى كنت رح تقلي انك رحت مع هديك المرة على المشفى لتشوفوا الولد؟ شوف شوف طلعوا بيعفوا من الجريدة. اهدي شوي. لك بتجي وبتقلي رح نخلص؟ بعدين بتروح على المشفى مع هديك المرة؟ بجوز ما يكون في اي شك، هاي المرة عن جد حامل منك انت، مشان هيك انت ما بتقلي، مشان هيك عم تروح على المشفى. انا ما حكيت لاني ماني مهتم. كيف مانك مهتم يعني؟ بتروح على المشفى مع المرة اللي قالت لك انه هي حامل منك، بتشوفوا ابنكم، بس مو مهتم اني انا اعرف الموضوع. فريحة عقلي ما كان براسي ولهلأ هيك يعني. بعدين هذا كله حكي الجرايد، ليش مهتم فيها هالقد؟ انت متأكد ان هديك المرة حامل منك ما هيك؟ فريحة لا تخبصي، انا رحت لهونيك مشان الفحص وبس، حبيت احكي مع الدكتورة يعني مو اكتر. هيك عم تحاول تعلق فيها وانت عم توقع. انتو تفرجتوا على ابنكم مع بعض؟ ما عم صدق. فريحة انا رحت لهونيك لسبب واحد. انت امتى رحت؟ وين انت اللي بتكون لما رحت مع رويا؟ وهي مسكت ايدك؟ قالت لك تعال شوف هذا ابننا؟ فريحة انتي شو مفكرة؟ انتي مفكرتيني رحت لهونيك لأتظاهر بالابوة؟ فكرك سهلة علي؟ أنا بقدر أفهم شو عم بيعني لك كل هالشي هاد، بس أنت مالك عم تفهم علي، مانك شايف كل هالشي هاد شو عم بيعني لي. شوف نحن وين صرنا. إذا نحن من هلأ هيك بكرة شو رح يصير فينا بس يجي الولد؟ كيف فينا هيك نتحمل؟ أنا مو مقهور منك من حالي يعني، رحت على المشفى بس مشان التقي بالدكتورة وأعمل الاختبار، ما كان في أي سبب تاني. أنا كل هاي المسخرة يلي نشروها بالجريدة ما بتهمني، بس على القليلة لو كنت قايلي ما كنت تفاجأت بهديك الصور. روحتي كانت مثل تفصيل صغير ما له مهم، كنت نسيان روحت المشفى لحتى شفت هداك الخبر. بعرف إنه عيلتك شافت الصور، ما عم بتحمل شوفك صغرتي بسببي. لك أمير أنا تخطيت كل هالشغلات، ما بيهمني أبداً بشو عم بيفكروا. أنا هلأ بس مشغولة بالشغلات اللي حاسة فيها. يعني أنت مع بنت تانية. فريحة لا تقولي هيك، أنا اليوم تقابلت مع رويا وأمها،
حكينا. ماشي طيب، أنا مو حابة اسمع هلأ شي. أنت لما رحت على المشفى شفت الولد ما هيك؟ يعني على الإيكو. أمير بترجاك تقلي. إيه شفته. ما فكرت للحظة واحدة لو كان هذا الجنين مني؟ يعني ما تلخبط مخك أبدا؟ أنا ما حسيت غير بالخوف. خايف من طفل صغير بريء لسه ما أجى على الحياة. هيك نحن عم نخاف ونتهجم على بعض. حاسة وكأنه هالشي ظلم. إذا عن جد طلع هذا الولد ابنك، ما رح نحس حالنا سيئين لأنه نحن خايفين هلأ؟ إذا كان الولد ابنك أمير، شو رح نعمل؟ ما بعرف. إذا كنت أبو الولد يلي ببطنه لهي البنت يلي ما تذكرتها لحتى خبرتني، رح حاول أقدم كل شي بقدر عليه لهذا الولد. بجوز كون أب سيء وحتى أسوأ من أبي، بس رح أجرب. وإنتي شو رح تعملي إذا كان الولد ابني فريحة؟ إذا كان الولد مني شو رح تعملي فريحة؟ أنت رح تكون جنب ابنك. أنا أكيد رح أكون جنبك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.